الاستراتيجيه ديال الموانئ كيف تتعرفوا هي من اختصاص وزاره التجهيز والنقل ووزاره التجهيز عفوا والماء وزاره التجهيز والماء. هذه الاستراتيجيه هذه اليوم حنا تنعرفوا بانه كاين واحد العدد ديال الموانئ الكبرى اللي هي في اطار الانجاز. نقدروا نذكروا الميناء ديال الناظور الشرقي اللي غادي يجي كتكميله ديال المشروع ديال طنجة المتوسط، ونذكروا ايضا المشروع ديال الميناء ديال الداخلة الاطلسي اللي غادي يكون رافعة قوية للمنطقة بالنسبة للاقتصاد في الجهة الجنوبية. السكك الحديدية عندها يعني دور في اللوجيستيك، ولكن عندها دور كبير كثير شي في التنقل ديال الاشخاص. اليوم تنعرفوا بانه في نقل البضائع الغالبية ديال النقل البضائع اللي تيتم بالسكك الحديدية تتعلق بالفوسفات او بالحبوب الى اخره، غير انه تبين بانه بحال دابا الربط ديال السكك الحديدية بطنجة المتوسط هو اللي تيساعد باش الشركات المصنعة للسيارات يقدروا يستقروا في المغرب ويعني يستمروا في المغرب، مثل غونو، مثل ستيلانتيس اللي تاني هي في القنيطرة. واليوم تنقدروا تقريبا 320 ألف سيارة اللي يتنقلوا من المعامل الميناء المتوسطي باش يمشيوا للأسواق الخارجية. النقل واللوجيستيك كرافعة لتطوير التنافسية الاقتصادية ديال الاقتصاد الوطني، وهذه مناسبة للوقوف على هذا التقدم ديال هذا القطاع اللي هو قطاع حيوي جدا وقطاع أفقي اللي تيرهن يعني المستقبل ديال البلاد فيما يخص القدرة ديالو على تطوير الاقتصاد ديالو. كنعرفوا على أن المغرب عنده واحد الاستراتيجيات متعددة في مجال الصناعة وتجلب استثمارات كبيرة، مثلا في قطاع ديال السيارات أو في قطاع مرتبط بسميتو بالطيران إلى غير ذلك في الفلاحة. ولكن كل هذه الصناعات إلى ما كانش عندها إلى جانبها واحد النظام لوجستيكي يعني متعلق بالنقل، سواء النقل الداخلي أو النقل البري أو النقل البحري أو المرور عبر الموانئ، إلى ما كان عنده إلى جانبه واحد النظام ديال النقل وديال اللوجستيك اللي هو فعال، يعني المنتوج اللي غادي يكون الصناعة ديالو على المستوى الصناعة يعني ما غيكونش عنده التنافسية ملي غيوصل الأسواق ديالو، لأنه التكلفة ديالو ولو غتكون قليلة بالنسبة للإنتاج يمكن غادي تزاد بسبب النقل أو يعني قلة الفعالية ديال المنظومة اللوجستيكية. وبالتالي إلا بغينا المنتوج المغربي يكون في الأسواق الدولية يعني عنده داك المردودية وعنده داك الفعالية وعنده التنافسية ديالو، تيخص يعني البلاد تطور سواء على المستوى ديال الصناعة وسواء على المستوى ديال النظام اللوجستيكي. وهاد الندوة كتوقف على كل هاد الجوانب، طبعا الجانب ديال البنية التحتية، الموانئ، مطارات، طرق السيار، سكك حديدية، ولكن طريقة باش يعني يتم استعمال هاد البنية التحتية واش كتستعمل بالطريقية يعني المنشودة اللي غتعطي هاد الفعالية إجمالية اللي بغيناها تكون. وهاد الندوة طبعا كنهني الرابطة ديال المهندسين الاستقلاليين اللي نظموها، واللي هي واحد الندوة مفتوحة يعني ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، واللي كتخلي أنه الفاعلين الاقتصاديين واللي تيهتموا بهذا القطاع يجيبوا الاقتراح ديالهم، يجيبوا الأفكار ديالهم، يجيبوا كذلك الانتقادات ديالهم أو يعني الانطباعات ديالهم، باش يعني خصوصا القطاع العام ياخذها بعين الاعتبار في السياسات ديالو. اللقاء كيندرج اساسا في المجموعه ديال اللقاءات اللي كتنظمها رابطه المهندسين الاستقلاليين لجهه الدار البيضاء سطات، واليوم غادي نناقشوا واحد الموضوع اللي عنده اهميه كبيره، القطاع من القطاعات الحيويه ديال المغرب اللي هي اساس ديال رافعه ديال التنميه وكذلك ديال التنافسيه، اللي هو قطاع النقل واللوجيستيك. هذه مناسبه باش غادي الوزير المشرف على هذا القطاع اللي هو وزير استقلالي غادي يورينا الخريطه الطريق ديالو، كذلك هو اللقاء اللي غنناقشوا فيه الافاق، الحيتيات، الاهداف، وكذلك المعيقات اللي تعيق الديفلوبمون ديال هذا القطاع. وهي فرصه كذلك باش المهندسين اللي هما كيأتوا الرابطه ديال المهندسين الاستقلاليين يغنيوا النقاش باقتراحات، لانه اصلا هذا قطاع اللي كيهم المهندس اساسا، وهذه فرصه كذلك باش نغنيوا النقاش ونساهموا في هذا النقاش الحي اللي اليوم اللي كيدور على هذا القطاع هذا، واللي اليوم كيعتبر من الرافعات الأساسية ديال التنمية في المغرب.